أنا شيماء أهلال من مدينة سراقب، من مواليد 91. أنا ولدت وخلقت يعني وترعرعت مثل ما بيقولوا بسراقب. أنا من لما كنت صغيرة ومن لما جيت على الدنيا يعني في عندي مشكلة برجلي الأيمن، واللي هي غياب عظم الفخذ برجلي الأيمن. فأنا كنت مضطرة من لما كان عمري 3 سنين أني أستخدم العكازة. إنه هي نانتي أمها لأمها هي اللي علمتني ودربتني إني أمشي على العكازة، إني ما أخجل من نفسي، إني أنخرط بالمجتمع وما أخجل نهائياً، يعني إنه أعيش حياتي مثل أي حدا طبيعي. أنا بدأت بالعمل التطوعي من 2012. كان في مدرسة تطوعي بدأت عنا بمدينة سراقب، فأنا التحقت بها المدرسة وبدأت. كان أول عمل تطوعي إنه هو معلمة كانت يعني. بعدين بعد فترة كنت أعمل دورات تدريبية، فمن خلال دورة تدريبية أنا شفت شاب هناك رسام هو معروف عنا بسراقب يعني. بعد فترة أبي خبرني إنه في فريق تطوعي رح يجي يتشكل هون عنا بسراقب ورح يكون في له مكتب وكذا، فبتحبي تنضمي، أنت بتحب العمل التطوعي، فقلت ما في عندي أي مشكلة يعني، إنه بما إنه فيني أقدم شيء لأهل بلدي فأنا جاهزة. وهي كانت بدايتي بفريق منهم التطوعي، كانت عام 2017. شغلي بفريق ملهم بيتطلب مني انه انا اكون ميداني، اطلع اعمل جولات على المخيمات وينضمنا عزاز وبريف عزاز، ما في منطقه ما بيقتصر على عزاز المدينه بس فقط يعني. وانا دائما بقول انه العمل الميداني هو يعني انا بلاقي احلى من عمل المكاتب، لانه بتكون قريب من الناس، بتحس فيهم اكثر، بتلمس اوجاعهم جد. انت لما بتكون قريب بتحس بالمشكله اللي بيعانوها اكثر لما بتنوصف لك وصف. بتضمن مني زيارات لعائلات الأيتام، طبعاً بتواصلوا معنا العائلات عن طريق إما مراجعتنا بالمكتب أو عن طريق رقم تواصل خاص بالكفالات. نطلع نحن لعند هدول العوائل اللي بيجوا لعنا، بده يكون في عندهم شيء جاهز، الأوراق الثبوتية مثل دفتر العائلة، الهويات. أنا بحب أقول لهم إنه ما حدا يكون عنده يأس أبداً، ما توقفوا عند نقطة معينة، نحن قادرين نكمل ونعطي حتى لو بس عيوننا بتتحرك، طول ما أنه الإنسان في عنده عقل والله أنعم علينا بهاي النعمة، فنحن أكيد فينا نعطي. وأبداً ما حدا يتردد بأنه يكون بمجال أو بفرقة أو بجمعية تطوعية، لأنه أكيد يعني هاي الخطوة الأولى للنجاح إن شاء الله.